مع غروب الشمس تختفي جماليات هذه الشوارع التاريخية في مدينة كريتر بسبب انقطاعات التيار الكهربائي عن المدينة. نورها مبادرة مجتمعية ولدت عن الحاجة لبديل عن الإنارات العمومية التي سبب انطفاؤها العديد من المشكلات. هي الغرض منها الحد من وقوع الجريمة، لأنه الكل يعرف أنه بالظلام يحدث الأغلاط والجرائم والأخطاء. تعتمد المبادرة على الطاقة الشمسية والمصابيح ذات الفولتية المنخفضة كنموذج ملهم لاستغلال الطاقة البديلة ذات الكلفة المنخفضة في ظل أزمات الكهرباء والوقود. التيار العام المتردد اللي 220 فولت دائما يتقطع مع الأوضاع الحالية، فترينا أنه نوفر بطاريات وألواح شمسية يعني تكون يعني بسيطة القيمة متوفرة. حبينا نحن نوجه رسالة بطريقة يعني غير مباشرة، نحن على الدولة أنها كمان تنظر إلى موضوع الطاقة الشمسية، فحبينا نحن طبعا نكون يعني على الميدان ونوصل هذه الرسالة بصورة فعلية. بدلا من لعن الظلام من قبل هؤلاء الشباب، أشعلوا فكرة تعد أبلغ طريقة احتجاجية على تردي الخدمات. من هذه الشوارع العتيقة في مدينة كريتر القديمة تنبثق هذه المبادرة من واقع تردي الخدمات، موصلة رسالة تنويرية إلى الحكومة العاجزة عن إنارة شوارع العاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.